عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة ألف ألف مبروك لأهل الجزائر، ويفوز طبعا بفوز تالت مرة في المسابقة المعمولة الأفريقية في المغرب، تالت فوز ليهم، ألف مبروك ليهم، وفوز الجزائري على نظيره من السنغال. جديد والتألق يا رب العالمين، والفوز كمان لأهل الجزائر إن شاء الله. أشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.